السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم تغطيتنا، طبعا لا أحد يصير السوق خفيف، قلت اليوم نبي نسوي تغطية عن مدينة الأنعام. كم مساحته، كم حظيره، كم عدد العاملين بمدينة الأنعام. اليوم إن شاء الله نبي نجيب لكم العلم من ملبه. شوفوا كبر هالساحة، طبعا هذه ساحة فقط للأغنام، حراج الأغنام، هذا جزء بسيط من مدينة الأنعام. اليوم أحاول إن شاء الله نجمع لكم معلومات شاملة عن مدينة الأنعام. ما شاء الله، لقينا بعد أبو راشد. أبو راشد حضر. هلا أبو راشد، صباح بالخير. أبو راشد، أنت حضرت السوق الأول والسوق الجديد هذا؟ حضر السوق المقبرة. عجيب. قبل 45 سنة، مو باليوم. ما شاء الله. نعم. طيب بسألك، هل السوق الأول ولا السوق هذا؟ أين أكبر؟ السوق حق اللي الآن صار حق التمر. أي نعم. هذا أكبر تقريبا النص. إيه. تقريبا النص أو الثلث بالراحة. إيه. وش رأيك بترتيبه وشغله يا أبو راشد؟ ترتيب لا يعلى عليه، وهذه الشهادة من الناس الخارجيين مو من أنا. صحيح. كل ما يجي أحد يشكرنا على هالتنظيم وكذا. كل الناس عليه ويمدحونه صراحة. الحمد لله. كمساحة، كبر، والعكس يعني كأسئلة التالية بعد صراحة من دون المجاملة اللي كانت. نعم. ما تحسن السوق بزيادة إلا ما طلعت السنبات الجديدة. الحمد لله. هذه نعمة من رب العالمين. الحمد لله. يرجع لله ثم لك. الله يجزاك خير. والله خالد أنا ما أبغى أحب أنا. الحمد لله. الصراحة. وكذلك مثلك وتشجيعك أبو راشد هذا هو اللي خلان والله يعني أبتل بهالسناب بهالتصوير. الله يجزاك خير أبو راشد. الحمد لله. إي والله. والله يرزق المسلمين. نعم. الله يرزق المسلمين. يرزق الجميع إن شاء الله. إي نعم. الحمد لله. يعني تحسبوا فرق بعد التصوير أبو راشد؟ أكيد 100%، اللي يقول كسبه يكسب. عجيب. أفا عليك. لا يكسب ورجعوا خلوا ارجعوا لمي. الله يجزاك خير. بالعكس سوبر ماستر، لا سوق بعرين ولا سوق الطيور ولا سوق شيء، وسالهم كلهم، كل الناس يروح لمهم الحين. إيه. أنا سوق الغنم شيء لاحظوا. والله يا ابو راشد شهاده واعتزبه هذه منك، الله يجزاك خير. والله هذه تصوير جزاك الله خير، التعب اللي تعبتم كذا لقى مردود جيد ممتاز، مو جيد. الحمد لله. الحمد لله، لان بهالسنه بالذات يعني واللي قبل السنه جانا حلال، ما كنا نعرف الا مجدي ونعيمي وحري. ايه. الان كل شيء يباع بالساحه. الحمد لله. كان السوق الاول قبل 30 سنه 25 ينقطع الشغل ذا. اي نعم. فنسمع ابو الان جده. ايه. نسمع ابو برياض. ايه. بس احنا اللي انت السوق الاردني روماني ما روماني. الحمد لله. شيء مستورد واجد الله. الحمد لله. الحمد لله. تكبر على كب مو بسيط. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لكن نرجع للحظاير الحوشة كذلك الساحات يا ابو راشد بمدينة الانعام كبره وشغله شغل مرتب. والله شوف الساحات سبيله والعالم اكثر صراحه، يعني العالم اكثر عندنا يومين باسبوع تقريبا. اي اسالوا السب كبيره جدا، كبيره صراحه او اكبر من الساحه الاول ذيك. هذه شو وش مساحتنا ذيك؟ شارع نبسط بذاك شارع اول صبره. الساحات شوف يا رجال مساحات عليا يا اخي، يكفي السوق سوقنا سوق الحمام لابس طوبه. صحيح. مساحات كبيره. أيوة. سوق البقر شو بجنبك ياخذ امه محمد البقر. صحيح صحيح. الله يجزاهم خير، هذا شغل الامانه مجتهد. لا لا فوق فوق ما فوق الاجتهاد. الله يجزاهم. لا مجتهدين والله. سعاده الامين دائما دائما حريص على مدينه الانعام. الله يجزاهم. هذا الحمد لله، هذا من ان شاء الله حسن نيته ان شاء الله. الله يجزاهم خير. نعم. الحمد لله. الله يجزاك خير ابو راشد، شكرا لك. اهلا وسهلا. الله يوفقك. حياك الله. الله يجزاك خير. يجزاك الجنه وبرك السعاده. ويغفر لبيك. امين وامين. وسلمان معه. وسلمان. الله يرحمه. امين. وميمتي وكلهم ان شاء الله. والمسلمين اجمعين ان شاء الله. امين امين. الله يجزاك خير. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتقلنا الى المصلخ النموذجي في مدينه الانعام ومعنا احد المشرفين ايمن حميض. يلا حيو. الله يحييك ويسلمك. يا هلا والله بخوك. يا هلا بك والله. نبي نبلشك بالاسئله هاليوم. ابشر. كم عدد الذبح اليومي، استيعابيه الذبح اليومي في المصلخ؟ الله يسلمك. الجمال من 80 الى 100 المتوسط طبعا، والاغنام من 300 الى 500، والطيور من 400 الى 700. وعدد العاملين
بالمصلح كم عددهم؟ 80 منهم أطباء بيطريين وعمال نظافة وجزارين ومشرفين. هذا بعد توجيهات سعادة الأمين بل بالإجراءات الاحترازية حنا سوينا تباعد وأخذ حرارة وكمام وتعقيم. الخدمات اللي تقدمونها وش هي؟ الله يسلمك، في خدمات اللي هي المطاعم والمطابخ، مثلا اللي عنده مناسب ولا شيء بدل ما يروح للمطبخ يسلمها لأحد المطاعم وهم يوصلونها مجانا. نفس العمالة اللي عندكم يوصلونها؟ لا اللي نفسها، لا 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 اللي يوصلون نفس المطاعم موجودين، هم حقين المطاعم هم اللي يوصلون للمطعم. والخدمات الثانية وش عندكم؟ عندنا الله يسلمك التغليف هنا. وش الخدمات الثانية اللي تقدمونها بعد؟ في خدمة الله يسلمك التقطيع والتغليف. والتغليف أنواع على صحون أو تغليف حراري، وفي برضو الفرن. الفرن بعد تفرمونه؟ نعم. طيب هل السعر ثابت ولا يختلف؟ كله سعر، يعني الفرن له سعر والتغليف له سعر. الله يسلمك، هذه اكياس للمواطنين توزع مجانا. ايه الله يسلمك، احتوي على اكياس للحوم وبرضو اكياس نفايات للحفاظ على البيئة. الله يجزاك وياك. الله يسلمك. كذلك اخوي ايمن اشوف المصرخ كله كاميرات. صحيح. هذا الله يسلمك لمتابعة المسلخ، الله يسلمك، من الكاميرات عشان يسهل علينا المراقبة والمتابعة. لكن أخوي أيمن بسألك سؤال، كم جمل تذبحون يوميا؟ يوميا المتوسط من 80، مثل ما قلت لك، من 80 إلى 100. من 80 إلى 100 إيه نعم. والأبقار؟ الأبقار الله يسلمك من تقريبا من 30 إلى 40. طيب خطتكم بالمواسم غير تختلف عن الخطة هذه تمشين عليها الحين؟ أكيد في تكثير. أسلم أخوي أيمن. الله يسلمك، في المواسم مثل عيد الأضحى فيها تكثيف عدد الجزارين والعمال النظافة وكذلك الأطباء البيطريين والمشرفين، وكذلك تنظيم سير السيارات طبعا دخوله وخروجه عشان ما يكون في ازدحام. لكن اخويا ايمن اشوف انه السير هذا الجنزير اللي تمشي عليها الذبائح يعني حدث المصلخ بادق التحديد. صحيح صحيح صحيح. هذا الله يسلمك سير هذا الله يسلمك سير الله يسلمك اوتوماتيك. نعم. يعني آلي. إيه. وفي سير ثاني يدوي. فحنا في خطين، خط يدوي وخط آلي. الله يسلمك، هذا مسلخ خاص للجمال. نعم. أول شيء يتم النحر هنا، هذا منطقة النحر. نعم. بعدين تعلق، بعدين تصل هنا، بعدين قص المقادم، بعدين تروح للجلادة. كل هذا آلي هذا؟ إيه آلي. إيه. بعد نزع الجلد تروح لمرحلة نزع الأحشاء. بعد المرحلة يجيك مرحلة تقطيع الأرباع، تقطيع أرباع هنا. بعدين يجيك هنا الفحص البيطري هنا. بعد الفحص البيطري تدخل الثلاجات. وقضينا من المصلخ مدينة الأنعام واتجهنا إلى إدارة مدينة الأنعام. الإدارة هذه نعطيكم عدد معلومات عن عدد الحظائر والمساحة
كذلك معنا مدير إدارة السوق منصور رميح، يلا حيهم. يا مرحبا، أهلا أبو خالد، حياك الله. الله يحييك. نبي نبلشك بالأسئلة أبو حكيم. كلنا لكم من الفجر حتى الليل. الله يسلمك. يا أهلا بك، يا مرحبا. أبي مساحة مدينة الأنعام كاملة كم؟ مساحة مدينة الأنعام كاملة، أنت قلت مدينة الأنعام، لذلك إن راح تكون مساحة إن شاء الله مرضية، مساحة جدا كبيرة، 660 ألف متر مربع. 660 ألف متر مربع يعني فوق الكيلو أو لا؟ أقل من الكيلو، يعني ممكن هذا المساحة الإجمالية للمدينة. 660 ألف متر مربع. لا إله إلا الله. الكيلو بكيلو مليون متر مربع. كم حظيرة بمدينة الأنعام؟ في عدة حظائر، يعني الحظائر الإبل 235، وحظائر الأغنام 207، وحظائر الأبقار 28. هذا الحظائر فقط. أخوي أبو حكيم، كم مساحة حراج الإبل؟ كم مساحته؟ مساحة حراج الإبل 26 ألف متر مربع، موزعة على ثلاث ساحات: ساحة حراج اللحوم، وساحة حراج المجاني، وساحة حراج الأدوات. 26 ألف متر مربع، وباقي الساحة الرابعة إن شاء الله بالطريق شغالين عليها، راح إن شاء الله تكون جدا جميلة مرضية للجميع بإذن الله. وساحة الأغنام؟ ساحة الأغنام 21 ألف متر مربع. 21 ألف متر مربع، وفيها تقريبا تعرف أنت مثل ما تعرف جهة شرقية وجهة غربية. الجهة الشرقية 7 مسارات، والجهة الغربية 7 مسارات اتجاه من الجنوب إلى الشمال. المسار الواحد يأخذ عدد سيارات واجد على حسب الترتيب، يعني ضغط السيارات أو تباعد السيارات. وقت مثلا سوق يوم الجمعة يصير في عندنا ثلاثة سواق: سوق أبقار، وسوق طيور، وسوق أغنام. يعني يختلف عن مثلا يوم الأحد اللي هو سوقين فقط واجد بالعقد، لكن من ضمنهن تواجده داخل مدينة الأنعام، والبيع والشراء بالساحة، يعني ويكون الحلال متحرك، حلال بيع وشراء. الحظائر هذه لها شروط، يعني موجودة بالعقد مبرمة بين الطرف الأول الأمان والطرف الثاني المستأجر، عدة شروط وبنود، يعني من ضمنها أنه يكون متواجد بيع وشراء. يعني الحلال اللي أنت تشوف هذا حلال متحرك بيع وشراء، يعني مو حلال جاي واحد شاريه ومستأجر منها الحظيرة وثابت فيها، حلال ما يبيع، أو حلال زانيه رعيه ما يبيعه، لا، هذا حلال متحرك بيع وشراء. ومن ضمنه انه يكون متواجد، يعني لا يقل عن 15 يوم، يعني ما ينقطع اقل من اكثر من 15 يوم الا بشيء مقبول، يعني انسان صار عنده ظرف، انسان صار عنده شيء. وهذا اللي الان متخذينه اجراء معهم، وحريصين على جدا ان اللي يكون بعيد انه يفتح المجال لغيره من الباعة والشباب. عندنا شباب ما شاء الله داخلين بقوه للسوق ومتواجدين يوميا، يعني ما يوم الجمعه فقط لا يحصل لهم فيه سوق ابل جو. مده العقد عام كامل. نعم، لازم يوافق الشروط اللي انتم حاطين. نعم، احنا حريصين. كم شرط يا ابو حكيم؟ والله عده بنود بالعقد، يعني اداره الاستثمارات اخواننا وزملائنا هناك حريصين جدا ويعملون على هالشيء. وهي على ما قلت ترى المبالغ اللي تؤخذ عليها مبالغ، يعني مو مبالغ عاليه، مبالغ جدا جميله للي جاي يشتغل ومتناول الجميع. على ما قال على الشباب يا ابو، احنا حريصين على الكبير او الصغير، لكن حريصين على المتواجد معنا بالساحه. يعني اللي يعمل ويشتغل ترزق الله، حريصين عليه. يعني واحد بعيد ويجي قليل ومثبت حلال ما يخدم اللي احنا المأمول بالشيء هذا والمقصود بالشيء هذا. كم عدد العاملين في مدينة الأنعام؟ عدد العاملين من الإدارة حتى العاملين أجمل، سواء العمال أو مشرفين أو مراقبين أو إداريين بالإدارة، عدد الموظفين 94 موظف. هذا خاصين فقط بإدارة مدينة الأنعام، يعني غير زملائنا بالمسلخ، إدارة المسلخ. هذا عدد خاص بإدارة مدينة الأنعام 94، من الإدارة حتى العمال اللي يعملون سواء بالنظافة أو 94 شخص. كم عدد الدلالين عندنا في مدينة الأنعام؟ والله طبعا كل الأسواق يعني أكثر من 54 55 مرة حاولنا نحصي، لكن يتفاوتون بالقوة، يعني القوة من حيث من عدد الحراج عنده، عدد الزبائن عنده، عدد وقدم الشخص هذا وتمكن الشخص هذا. يعني عندنا دلال جديد ما نقارنه بدلال متمكن قديم، يعرف الحلال ويعرف الناس ويعرف الأسعار ويعرف تحديد الأسعار. الدلال ترى جدا مهم، يعني ما يجي بالنا أن الدلال يجي الصبح ويحرج ويمشي، بالعكس الدلال دوره كبير جدا، سوق يحدد الأسعار، يعرف الأسعار، يعني ما يبخس البهيمة إذا جاء
واحد من برا المدينة يعني وصاحب حلال يبي يبيع. فالدلال لو انزلت الحد الأقل عندنا دلالين على مستوى عالي من الأمانة والصدق تجده يحاول يعطي السلع حقه ما يضيع عليه. عندنا دلالين ولله الحمد والمنة على مستوى عالي من الأمانة يعني ما شاء الله محكمين صاروا بداخل المدينة، وعدد دلالين بسوق الإبل أكثر من 15 دلال، أو إذا تعدينا 20 دلال ترى الشباب المبتدئين مع الرجال اللي عليهم العلم كبار السن القادمين بالسوق. كذلك دلالين سوق الأغنام، سوق الأبقار، سوق الطيور، فيه دلالين معروفين ومعتمدين، يعني معتمدين عند أهل الحلال، يعني أهل الحلال تجده يرسل حلاله للشخص ذا معروف في جميع الساحات، ساحات الإبل أو الأغنام أو الأبقار أو الطيور. لكن هل وموسم يحتزاله قبل وقته، يعني سعادة الأمين وسعادة الوكيل وسعادة مدير عام صحة البيئة يعني قبل الموسم تكثر زياراتهم، يعني زياراتهم يجون يزورون، لكن قبل الموسم ده يضغطون يعني بشكل قوي، وش تبون وش ناقص وش يعني ينزلون بالساحة يقفون على كل شيء. أنا شفته العام اللي فات، أنا كنت مشرف ساحات العام اللي فات، نزلوا معنا وش اللي تحتاجون قبل الموسم وش تبون. فالترتيبات هذا أكيد راح تكون ترتيبات من بعد رمضان، نشتغل عليا حتى يوم خامس من العيد، يعني خلاص انتهى العيد. وهذا شيء قوي، وتعرف لا بد الترتيبات ونحرص، لكن يعتري الشيء سوق نفع عام، الناس اللي تدخل عليك ترى نحرص أننا نرضي الزبون، ما ودنا نحرص جدا على إرضاء الزائر المتسوق اللي هو، والزائر نقدر نطبقه حتى على الزائر صاحب الحلال اللي من برا المنطقة وجايين يبيع حلاله عندنا، هذا يعني نحرص على رضاه. فلذلك انه لازم يعترينا شوي من عن الخطة اللي نمشي عليها، لو نحاول نحارفها مقابل ان نرضي سواء البائع او المشتري اللي هو المتسوق، وان شاء الله اننا نقدر نرضي الجميع. هل مساحة الحظائر تختلف من حظيرة الحظيرة؟ نعم 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 أيه؟ نعم تختلف الحظائر من حظيرة الحظيرة، سواء بالإبل أو الأبقار أو الأغنام أو محلات الطيور هي اللي مرتبة على شكل معين، أما البقية تعرف لها مساحات معينة. ودي أبو حكيم نشوف على أرض الواقع ساحات الإبل أدامها فاضية. والله هي مي فاضية بحلال، لكن السوق قصدك ما في أحد الحين، يعني الناس طلعت بعد الظهر، وانت منين ان الوقت يكون زي الاوقات الجميله اللي حنا نعيشها. سواء ساحات الاعلاف كم يا ابو؟ ساحات الاعلاف الموجوده ساحتين، في ساحه التفريد اللي فيها التيادر تقريبا تاخذ عدد كبير من التيادر، لكن نحاول ان نقلل العدد هذا من شان الله يستر، لا تعرف الاعلاف محمله من 200 بلكه برسيم وكذا، وعندنا كذلك 49 مستودع، هذه مستودعات الأعلاف، سواء الأعلاف اللي هي سواء تباع فيها الأعلاف المكعبات أو الشعير، هذه عددها 49 مستودع داخل مدينة الأنعام. 49 مستودع؟ نعم 49 مستودع على مساحات مختلفة ومساحات كبيرة، تأخذ عدد كبير جدا. ودي نشوف السوق. الله يحييك أبو خالد، يلا بسم الله. أخوي أبو حكيم، هذه الساحة الأولى اللي هي؟ هذه ساحة اللحوم. اللحوم. نعم إيه. ثم تشوف الآن. نشيل الطبقة الفوقية هذه ويجاب الطبقة جديدة اللي هي رمل جديد. أنت عارف أنت الحلال اللي يجي يصير يعتريه ما يعتريه من نخشى من أمراض أو شيء الله يسأل. أي نعم لا لا وسواء يعني يوميا تغيرون لا مو بيوميا لا لا على حسب الحاجة. تعرف معهم بالساحة إذا شفنا أن تحتاج على طول اشتغلنا عليها. يعني الآن وقفنا عمال الشركة اليوم ما طلعوا ينتهي دوامهم، الآن يبي ينتهي دوامهم، قلنا لهم ما تطلعون حتى نكمل. فهذه مثل ما تشوف الآن شال الطبقة الفوقية سواء للحلال خوفا من الأمراض، وكذلك إذا جاء المتسوق أو البائع ولا يلقى أرض نظيفة. إيه نعم. كل هذه الساحة مخصصة للحوم. إيه نعم هذه كلها لحوم. تعال شوف الآن جزأناه، والله هي تعرف مساحته كبيرة لكن جزئت علشان أسلم أخوي. حلال اللحوم يوم السبت. إيه نعم. تعدى 600 رأس من الإبل فقط لحوم. أحد الدلالين قلنا له حاول تباعد، قال له عندي أكثر من 180 رأس أنا بحرج عليهم. هذا واحد دلال. هذا دلال واحد هذا ما شاء الله يعني ونعم الرجل ترى جاءوا هالزباين ذي على أخلاقه وتعامله مثل الدلالين الثانيين الله يعطيهم العافية،
يا رجل اذا قبلنا على الواحد لو جدا جميل كلامه وتعامله هو وعياله بعضهم مو عياله يعملون فمتسعدين معنا جزاهم الله خير البعض منهم يعني الله احنا نقبل عليه ناس مستحيين منه الله هذه ساحة المقاني ذي الساحة الثانية ايه هذه ساحة المقاني هذولي الساحة ذي والساحة ذي والساحة الثالثة هذولي 26,000 متر مربع 26,000 متر مربع والساحة الرابعة الساحة الرابعة الآن ناصلها إن شاء الله ونعلمك أنا ما شاء الله يوم السبت يوم الخميس هذه فيها المدنوي هي المدنوي دائما عندنا مركزين على يوم الخميس ما شاء الله الطيور عاد تعرف جاء دوره الان بعد نهايه القراءات يوم الخميس فيها مدنوي ويوم السبت وعد يوم السبت ما شاء الله يوم على ما قال احنا نسميه يوم عالمي عندنا اي نعم يزورنا اخواننا هنا من دول الخليج ومن جميع مناطق المملكه يجون يبيعون ويثبت هالشيء عندنا لان بعمرات نمنع التحميل بدري فيجينا يعلمنا من اي منطقه جاي صحيح. جايين من كيلوات من مئات الكيلوات صحيح. من شمال المملكه من غرب المملكه شيء والله يفرح والله الحمد لله منه قوه شرائيه ما شاء الله تبارك الله ما يرجع شيء قوه شرائيه حتى هم يمدحون اللي جايين تكلموا معنا يسولفون معنا يعني شيء والله يفرح والله الحمد لله الواحد يجي تراه يداوم وفرح شيء يعني تتعب على شيء يستاهل وهذه يعني نعم هذه ساحة الأذواد هذه الساحة الثالثة هذه الثالثة نسميها شبوك يعني لأن الحلال يقف فيها واحدة ثنتين مجزئات على ثلاث يعني ست هذه للأذواد يعني وصل عندنا الأذواد إلى أكثر من 80 رأس تجي مرة واحدة يحرج عليها بمعداتها فهذه نستفيد منها يعني للأذواد شو اسمه الذود معداته الذود والله غالبا يجي معداته وبعض مرات يجي بدون حاطين شروط والله ايه شروط عشان الاذواد اول شيء يؤخذ الاذن من اداره المدينه قبل عشان ما يجي اكثر من حلال وينظر الواحد يجي بحلاله من بعيد لازم يصير فيه ترتيب قبل اي نعم وهذه الساحه الرابعه شوفوا خالد الساحه هذه يعمل عليها الان على ترتيبه النفع داخل مدينه الانعام وإن شاء الله مأمول أمل كبير أن هذه من الله سبحانه وتعالى أن هذه تكون فيها بادرة قوية جدا أهل البلد يستفيدون منها نتمنى إن شاء الله هذه من الساحة ذي كبيرة جدا والمسؤولين عندنا حريصين أنها تكون نافعة جدا لأهل الحلال وتكون فيها مفاجأة جدا لأهل الحلال العالي أسعاره يكون فيها عرض قوي وشبوك وترتيب جدا جميل لها المزاين والأذواد لها المزاين الأذواد هذولي الساحات ويكون فيها عرض كذلك يعني بأوقات مثل غير أوقات الحراج واحد معه حلال بيعرضه يقدر يعرضه اي نعم هذه ساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني نقول الحين سوق الإبل عن أربع ساحات شف ثلاث ساحات اللي مشغلات الحين ثلاث ساحات الساحة الرابع يعمل عليها يعني يعمل على وش راح يستفيد منها صاحب الحلال وش الافضل اننا نستطيع ان ننفع راعي الحلال بهالساحه وكذلك فيه مجالس للدلالين يا ابو حكيم هذه مجالس عده مجالس نعم. بعض الدلالين طور المجلس وخلاه استقبال اهل الحلال اللي جايين فجزاهم الله خير يعطيهم العافيه هم حريصين تراهم معنا محرصين معنا على كل شيء جميل داخل المدينة يعملونه لكن أبو حكيم أشوف ترتيب الحوش شيء جدا جميل يعني بس غرفة للأعلاف نعم صغار يصير عليها تجزئة شوي داخل بعض القواطع شبوك الصغيرة الموجودة مثل ما تشوف هذه الحظائر كبيرة بعضها وحظائر أقل ما شاء الله شوف كل يعني دلال مهتم مجلسه يبو اي نعم بعض الدلالين اهتموا اللي صورنا الاول وهذا المجلس الثاني ما شاء الله تبارك الله يعني هذا المجلس نعم يكون فيه حساباته يستقبل اهل الحلال جايين بعض الحلال جاي من بعيد بعض المواطنين يصير جاي من بعيد ف يستقبلونه جزاهم الله خير بعضهم يستقبله هنا بعضهم يروح به البيت ويستقبله ببيته عندنا استقبالهم قوي سواء بالسوق الله يعطيهم العافية ولا بيوتهم استراحاتهم لكن تصميم السوق يا أبو حكيم تو براشد قابلت معه هنا
يعني شيء يثلج الصدر اللي صمم السوق. اي والله وجهود الأمانة جهود عظيمة بمدينة الأنعام، كذلك سعادة الأمين ما قصر معنا في كل هالجهود هذه. أبو حكيم كله لأجل أهل الحلال للمواطن سواء صاحب حلال أو متسوق جاي يشري له حاجة. نعم يعني مو فقط البائع خدم، خدم البائع والمشتري وكذلك المواطن اللي جاي يبي يتفرج ويشوف السوق ويشوف البيع ويشوف اشرى، الكل منهم مخدوم. صحيح. الحين احنا في ساحه الاعلاف الثانيه، هذه التجزئه، هذه اعلاف التجزئه له شروط ومواصفات. الدفاع المدني تعرف حتى التيادر الان بينها تباعد شوي مسافه، فمره تصير في تيادر بالوسط، لا جينا سالناهم قال هذا فقط يشال من هذا يحط على التيادر الثاني. هذه الاعلاف وهذا الشعير والمكعب. وهذه المستودعات، هذه مستودعات الاعلاف. نعم مستودعات كبيره جدا ومحكمه من ناحيه تعرف انت يحتاج الاعلاف تحتاج تخزين مثل المكعبات لها درجه حراره معينه والتخزين جميل. هذا كله هذه شركه المطاحن الاولى الاعلاف هنا ماسكين اكثر اربعه مستودعات تبعهم. هذا الاعلاف الجمله دائما ديانات تجي من 200 تقريبا 200 180 العدد يجي اكثر الصباح، الان تعرف نهايه الوقت عدد اقل. اي نعم هذا 44 ها. اي نعم من الخلف يجي 44 45 46 الى 49 مستودعات. نعم مثل ما تشوف ابو خالد كبيره وشوف المشاهد محكمة، هذه من شأن التخزين يكون التخزين على مستوى عالي. هنا أقول حديقة ميب مدينة الأنعام تصحى الفرجة اسمع يا أبو خالد. لا ودي توقف شوي أبو حكيم، شوف هالمنظر ذا ناظر. لا أنت قلت مدينة الأنعام، ما إيش معنى مدينة؟ إذا قلنا مدينة ضمت كل شيء. صحيح الشجار وهالمنظر وهالنخل. يا ابو خالد هذا متعوب عليه والله، متعوب يعني لا اتوقع انه هذا بدا كذا بشكل انت تشوفه، هذا جاء بس الترتيبات. الله يجزاهم خير. طيور، هذا سوق الطيور. نعم مساحه السوق مع المحلات 10000 متر مربع. 10000 اي في 28 محل طيور، المحلات هذه محلات طيور وفيها هذه علشان الشمس المظله. اي نعم وفيها مظلات صغيره امام المحلات، والمكان ترى مفتوح يعني شفت الان ما اغلق اغلاق كامل. تعرف الطيور انت ووضعها لا تحتاج محل، كمان بعض الطيور الزينه هذول ما تتحمل الشمس والحراره. صحيح. اي نعم يعني صممت هالمظله لا سواء البائع او المشتري يصير تعرف وقت الحر. صحيح. نحتاج الاظلال وكذلك 10000 متر مع المحلات. اي نعم هذه ساحة حراج الأغنام. نعم. 21000 متر مربع. 21000 متر مربع الساحتين هذه، ترى أنا قاسمينها ساحة كبيرة قسمناها نصين. هذه فيها 7 مسارات وهذه فيها 7 مسارات. يعني المسار الواحد كم مسار يا أبو خالد؟ هذه شفت نمشيه بالسيارة لو مشيت على رجليك. صحيح صحيح. إيه هذا مسار يعني عدة مسارات، هذه يعني تعرف غير أوقات الذروة نخلي البائع ياخذ راحته شوي. هذول للتجزئة، وضعت الشبوكي للتجزئة، يعني يجي بعض أصحاب الحاجة عقب الظهر عقب العصر، فبعض الأهل الحلال ما معه سيارة يعني يعرض الحلال فيه، صار اللي هو الشبك ذا وينظف كل يوم أرضيات هذه تنظف، والحلال ترى إذا نزل على الأرض للمتسوق أفضل يعني يبين له أكثر ما يبين له وهو بالسيارة. صحيح. هذه مهمة جدا ترى كل واحد يعرف السلعة. ايه وهي بالسيارة. شوف الساحة وش كبرى يا ابو خالد. اقول ابو حكيم انا اتعب الحين كل صبح لجيت اصور من المشي. تتعب يا ابو خالد؟ من نطلع من ساحة الاغنام هنا من البوابة حتى البوابة 2800 متر. يعني كيلو 800 متر قريب الكيلوين. هذه ساحة الابقار. اي نعم هذه ساحة الحراج حق الابقار
والحظائر يعني جايات على ثلاث جهات منه، خدمة على طول يسحب يسحب صاحب الحلال يسحبه على طول يدخله إذا صار موجود بالحظائر. كذلك حطيت 10,000 متر ذي يا أبو خالد. نعم 10,000 متر مع الأحواش ترى، مع نعم الحظيرة مع الساحة المقصود فيها. كذلك حطيتم هذولي أبو حكيم، هذولي الحلال اللي جاب سواء على تريلات اللي جيات من المشاريع الكبيرة أودي النات من أهل المزارع. خمس حطيته خمس. إيه وما شاء الله تجي يوم الجمعة تلقاهن كلهن فل. كم في مدينة النعم من مسجد؟ فيها مسجدين، مسجد هنا يخدم مدينة المدينة جهة الجنوب قريب من الأغنام، وجهة جهة الشمال كذلك مسجد آخر يخدم أهل الإبل والحظائر الموجودة هناك. المسجدين؟ إيه نعم مسجدين. ما شاء الله أبو حكيم. كذلك فيها هذه محلات تخدم المدينة، هذا زي المحل الأول، هذا يبيع مستلزمات طيور، مستلزمات ومستلزمات الإبل اللي هي الجنايب والعقل وكل شيء. شوف بس مغلقين الآن الظهر، وفيها الصيدليات البيطرية هذا قدامنا، هذا اللي داخل المدينة، هذا كله تفتح شفاء على داخل المدينة. هذه خدمة لها الحلال يشري وبجنبه كل شيء. تعتبر مدينة الأنعام أكبر مدينة متكاملة في المملكة. نعم نعم، حنا نقول نقول بالمملكة، ودنا نقول بالعالم، يقول تبالغون، لكن يجيب لنا أحد صور من العالم أنه عندنا مثل كذا بالعدد. نعم صراحة متكاملة يا أبو خالد، كل شيء يباع. يعني تخيل بيوم يباع من 600، والله نوصل إلى قريبة 800 رأس من الإبل تباع لحوم بيوم واحد، يوم واحد، اليوم السبت اللي فات ويوم السبت هذا ويوم السبت اللي راح ذا واللي قبله واللي قبله، عدد مهول. يعني العدد هذا أبو خالد، عدد اللحوم اللي باع، يجينا شخص يقول لا في مثلا سوق يبيعه 10,000 بيوم واحد، 10,000 ربما اشتراها شخص واحد جالهن بأحد الحظائر أو نزل من الميناء فبيع العدد المهول هذا. نتكلم عن العدد اللي باع هذا، يشتريه مواطن ومواطن، عدد من المواطنين. يعني الفائدة غير أن تروح لأنحاء المملكة، أكيد أن تروح لأنحاء المملكة، لكن المتسوقين اللي شروا كم عددهم؟ ربما يباع عدد أكبر، لكن شخص واحد اللي شراه، تاجر واحد. إحنا عندنا كم تاجر وكم مستفيد اشترى العدد هذا؟ ترى هذه النقطة صحيح اللي يجب أننا نفكر فيها صراحة ونعتز فيها كمدينة الأنعام، إن العدد اللي باع عندنا كم اللي استفادوا منه. مدينة الأنعام ببريدة تخدم المملكة، تخدم المملكة. اللي عندنا يجون يتسوقون. أنا قلت لك قبل شوي إنه يجونا من حال المملكة وجانا من دول الخليج، اسألوا ويجون يسألونهم، اللي يعرف انهم دول الخليج انهم يجونا بالمكتب يسألون يستفسرون عن الأوقات ومتى وقت. اللي أقول لك ان نعرف ان العدد اللي يجونا من دول الخليج اخواننا اللي يجون يسألون، تعرف يجي يسأل إدارة المدينة وش فيه، يعني يسأل أسئلة. أبو خالد متى درك ما سألت؟ نجاوبه ونطلع ونوريه ونشوف. هو بعضهم يبي عرض حلال وبعضهم يبي يشوف، بعضهم يسمع وجاي يشوف. واي واحد من متابعينك يا أبو خالد يبي يجي ويسأل ويقف على الحقيقة يجي، الله يحييه، هذا مكتبنا صحيح. والله يحييه يجي، اي انسان ما في احد ربنا يكز، نطلع مو حنا ونوريه كل شيء ونحدد له كل شيء. وعندنا يا ابو خالد الان شيء امني اللي هي اللي حرص عليه جدا سعاده الامين وسعاده الوكيل ومدير عام صحه البيئه، جدا حرصوا على شيء سعاده الامين، وقف بنفسه وجاء وشاف. شوف الان بوريك، الان عندنا هنا كنترول غير اللي بالامانه، راح يكون فيه دقه بالامن عندنا هنا، يعني أكثر من قريب 200 كاميرا، يعني ما يدخل شيء ولا يتحرك شيء إلا معلوم وين متى وقته وكل شيء. راح أوريك على عجلة الآن، بوريك العمل على الأمن اللي أقول لك، الأمن اللي هو التصوير اللي ما فيه داخل المدينة، في مدينة الأنعام، مدينة الأنعام كاملة، جميع 660,000 متر مربع هذا كله محصور بكاميرات، كله كاميرات، مراقبين، اللي راقب على الكاميرات على الطاقم كامل هذا راح يعمل عليه. تفضل ابو خالد معنا. هذا اللي انا الان اوريك اياه، في تحديد الان تعمل الشركه والموظفين يعملون على الترتيبات، يعني الى الان ما ابتدى العمل الفعلي عليه، خلال ان شاء الله 3 أيام راح يكون العمل فيه. في عدد الشاشات هذه اللي انت تشوف هذه تصغر الان، يعني زي هذه الان كم اخذ من وحده؟ اخذ تقريبا 12. هذه تاخذ اكثر من 12، كم تاخذ؟ 32. تاخذ الوحده تاخذ 32، يعني وحده ثنتين ثلاث شاشات عندنا في 32. تصير مراقب هالسوق كامل، سوق مدينه الانعام كامل، داخل المدينه كامل، الحظائر، الطرقات، البوابات. خالد يعني رقابه جدا دقيقه عندنا هنا، وكنترول وكذلك مربوط بالامانه، يعني مو فقط داخل المدينه،
يعني من عندنا وعند الأمانة، كل شيء مسجل ومحفوظ، وهذا شيء يعني يفرح صراحة. وكله من الجهد، جهد سعادة الأمين، حرصوا على هالشيء هذا ومتابعته والشيء ذا. الله يعطيهم العافية ووفقنا وياهم إن شاء الله. الله يعطيك العافية أبو خالد. لا لا ما بلشتنا، هذا عملنا. الله يسلم. هذا عملنا شغلنا والله. وجهودكم أنت والزملاء في مدينة العام، جهود تشكرون عليها صراحة. الحمد لله هذا شغلنا. يوم السبت الأيام ضربه يعني تتعبون في مدينة العام. حنا. وكذلك الشكر موصول لسعادة الأمين. الله يخليهم. الله يخليهم. على هالجهود اللي يبذلونها في مدينة العام. هذا يعني سعادة الأمين، سعادة الوكيل، مدير عام صحة البيئة، إحنا مربوطين فيه مدى السلسل الإداري يعني ما قصر صراحة معنا. الواحد إذا اتصل بالتلفون يردون علينا والله يعني نتصل على المسؤولين عندنا ما يقصرون معنا، يردون في أي وقت إذا احتجناهم، سواء في المساء، متأخرين بالليل، بدري الفجر. تعرف دوامنا إحنا بعد صلاة الفجر، ما في شيء اسمه توقف ولا هذا، ما نقدر نتصل عليه على طول بالحاجة، على طول نرفع السماعة يرد علينا. من سعادة الأمين إلى مدير عام صحة البيئة، مثل ما قلت لك التسلسل، إحنا نتبع مدير عام صحة البيئة، بعدين سعادة الوكيل، وكيل الخدمات المهندس عبد اللطيف، الى سعاده الامين. والله ما نرفع السماعه وعلى طول نعطى ما نريد من اي شيء. وهذا الحمد لله يجزاهم خير ويوفقنا وياهم، يجزا خير بخالد واللي بيجي الله يحييه. ترى الكلام اللي يقولوه لك لو يجي اي زائر يا مرحبا. الله يجزاك خير وحياك. شكرا لك. يا اهلا يا هلا يا هلا يا مرحبا. هنا لكم مدينه الانعام، ارجو اني افدتكم بهالتغطيه عن مدينه الانعام. كثير من الناس يستفسر عن كم مساحته، كم حظيره، كم. أرجو أني أفدتكم بهالتغطية. حقيقة مدينة الأنعام تستحق الزيارة، مدينة عظيمة، مدينة كبيرة. التصوير ممكن أنه ما عطاه حقه كذلك في التصوير، مهما صورته، مهما نقلت لكم عبر أسنابي عن هالمدينة لن أوفيه حقها. كذلك العاملين عليا من هنا في سوق بريدة تتضح لنا ما تتميز به منطقة القصيم عامة، وبريدة بصفة خاصة بما تعمر به أسواقها من المنتجات الزراعية المتنوعة، ولذلك فهي تسمى أو يطلق عليها مزرعة المملكة الخضراء ومعدتها العامرة. ومنذ القدم يعتبر سوق بريدة سوقا عاما للمنطقة ومحطا لتصدير المنتجات الحيوانية، فكان لأهلها نشاط في الاتصال بالبلاد العربية كالشام والكويت ومصر والعراق وليبيا، فكانوا يسوقون إنتاج الجزيرة العربية من الخيل والإبل. والإبل وسائل النقل في تلك الأزمنة كانوا يسوقونها خارج الجزيرة العربية مع الأغنام وغيرها ويبيعونها في الأسواق العربية. منذ 400 عام ويزيد، وسوق الإبل في بريدة يشهد حراك لم ينقطع حتى اليوم، ليصفه أمين الريحاني الرحالة العربي قبل قرن من الزمان بأنه أكبر مزاد للإبل في البلاد العربية، ليصبح هذا السوق نقطة التقاء الجنوب بالشمال في الجزيرة العربية والمحطة الرئيسية التي ينطلق منها تجار العجلات بالإبل للعراق والشام ومصر. سوق الإبل يعتبر ربط بين البلاد العربية، خطوط مطار دولي بري لانطلاق للمنطقة الشرق، الكويت، الأهواز، العراق، جنوب العراق، إلى بغداد، إلى الأردن، إلى المدينة المنورة، إلى مصر، إلى مكة، إلى نجران، الجبل قهوة. لم يكن هذا السوق ذا حراك موسمي مؤقت لمزادات الإبل بأنواعها المختلفة، ليعتمد عليه الملك عبد العزيز في تأمين 400 جمل للحج في عام 1344 للهجرة في وثيقة محفوظة. ويستمر هذا السوق أحد أهم ركائز المواصلات القديمة في العالم، محافظا على قوته وشهرته الكبيرة، ليجتمع فيها القاصي والداني من أجل مزادات الإبل الشهيرة. ما قوي سوق بريدة من يوم مخلج، من يوم أن عرفنا العلم، أنا عمري 86 سنة، السوق قوي يوم أن هنا ويوم أن هنا. ورغم تغير المكان وتنقله من وسط بريدة في الجردة ومواقع أخرى حتى استقر في مدينة للأنعام متكاملة،
إلا أنه حافظ على هويته وطريقة البيع بالمزادات التي يحضرها العشرات في تنافس مثير للظفر بأحد الإبل النجيب.